بالشأن المغربي، حيث أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم أن قيمة مخدر الكوكايين الخام الذي تم حجزه يوم الاثنين تقدر ب 25 مليار و 850 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و 750 مليون دولار، مضيفا أن عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية وصل إلى 13 إسبانيا من أصول مغربية، بالإضافة إلى هولنديين من أصول مغربية، هما العقل المدبر، ويوجدان في السجن لتورطهما في قضايا تهريب كوكايين سابقة. إلى حدود اليوم تم إيقاف إطار هذه القضية، واحد 13 شخص ضالعين في هذه الشبكة، منهم أشخاص عندهم جنسيات مغربية وإسبانية أو مغربية هولندية، كما أن البحث اللي توصلنا لي إلى يومنا هذا بين ضلوع شخصين آخرين واللي هما العقل المدبر ديال هاد الشبكة، يتواجدون بمؤسسات سجنية لضلوعهما في قضية مماثلة في 2014 و2015. فالإيقاف ديال هاد الأشخاص هادو مكننا من اكتشاف وحجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، وهي في الحقيقة كمية قياسية لم يسبق من قبل أن تم حجز مثل هذه الكمية. هذه الكمية اللي تحجزت تقريبا هي 2 طن و 588 كيلو غرام من مادة ديال الكوكايين الخام. عندما أقول الخام لأن صفتنا عينة من هل مختبر ديال الشرطة، وبينت على أن نسبة التركيز سيتادير لو طو دو كونسونطراسيون ديالها هو 93%.